مرشح الدائرة الخامسة خالد خليفة العازمي، من مواليد 11 من سبتمبر 1975، من سكان منطقة ضاحية صباح السالم، حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التربية، معلم في المعهد الديني لسنوات، مدير مدرسة سابق في منطقة الصباحية، إمام مسجد منذ عام 2003 إلى هذا اليوم، يشغل حاليا منصب مراقب المدارس العربية في إدارة التعليم الخاص، ناشط في الشأن السياسي منذ عام 2010، شارك في العديد من المحاورات والحلقات والندوات والمناظرات السياسية. مرشح الدائرة الخامسة خالد خليفة العازمي، لا مجال لرفاهية المجاملة، فالكويت تستحق الأفضل. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في أولى حلقات برنامجكم الطريق إلى المجلس. بدأ سباق الانتخاب الآن، وإحنا الآن إن شاء الله مستمرين في رصد مختلف آراء المرشحين على حسب القدرة والاستطاعة، نظرا للكم الهائل يعني مع فتح باب الترشح، وخاصة مع القرارات الجديدة. يعني إحنا صحيح وفقا للصوت الواحد، ولكن إقرار التصويت بالبطاقة المدنية أكيد يعني، وإضافة بعض المناطق إلى الدوار أكيد غير نوعا ما من خارطة الانتخابات نفسها، فبالتالي أكيد راح تنعكس هذه على الانتخابات، والتنبؤ في مستقبله سيكون أيضا ما هو سهل. حكومة جديدة بعد أحداث عديدة كانت من ضمنها يعني الاعتصام النواب والخطاب القيادة السياسية وحل مجلس الأمة، أعتقد أن هناك يعني نهج جديد ومسار جديد اليوم احنا مقبلين عليه، نتمنى أنه ينعكس يعني في قادم الأيام، وإحنا مستمرين معكم. بدأ يمكن أخي وزميلي أحمد الفضلي بداية في الحملة الانتخابية، اليوم إحنا نستمر إن شاء الله ونستمر معكم في تغطية أغلب إن شاء الله الأعراب بإذن الله. أرحب بضيفي وهو ليس غريب أكيد عليكم، مرشح دار الخامسة خالد خليفة العازمي، حياك الله أبو عبد الله. يا هلا، حياك الله أبو حسين. استضفناك أبو عبد الله كثير، بس اليوم 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 الاستضافة غير، كونك اليوم أعلنت اليوم هوية المرشح. الله يوفقك إن شاء الله. ناشط سياسي وعودا حميدا أنت بعد من جديد. الله يحفظك إن شاء الله. أبو عبد الله، بداية سنوات عديدة أنت كنت تطلع فيها كناشط سياسي، كمحلل، كمشارك في الوضع السياسي في مختلف يعني القنوات والبرامج السياسية، استضفتك يعني قبل هالمرة يعني كرجل سياسي، ولكن ما كنت طول هالفترة تعلن أنت تبي تخوض الانتخابات، على الرغم من إحنا مرينا بانتخابات عديدة وكنت مهيئ أن أنت تنزل يعني، وخاصة أن لك اسم أصبح معروف اليوم في الأوساط السياسية والشارع السياسي. ليش اليوم تخوض الانتخابات تحديدا انتخابات 22؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله أخوي أبو حسين، وأنا سعيد حقيقة في الظهور معك يعني في أولى حلقاتك. بالنسبة لسؤالك يعني أنا يمكن في الأوساط السياسية في الظهور في البرامج والندوات وبعض يعني الحلقات النقاشية من 2010 يمكن يعني تقريبا 12 سنة. نعم. الفترة اللي فاتت حقيقة لما تفكر في قضية نزول الانتخابات وتجد آلية الانتخابات، أو تجد اليوم خلينا نتكلم اليوم بشفافية وكل صراحة، لما تجد أن الناس تتحدث عن المال السياسي متواجد أمام مرأة ومسمع الناس، لما تجد نقل القيود من دائرة إلى دائرة أيضا هذا الأمر يعني على رؤوس الأشهاد، لما تشوف حقيقة لما تقام الفرعيات يعني ويعني بشكل أو بآخر، يعني هذا أمر بلا شك أنه أمر غير مشجع نهائيا أنك تخوض أي انتخابات وفق هذه الآلية، لطالما كانت عندك مبادئ تعتقد أنك لن تصل من خلال هذه يعني المعوقات، كانت في معوقات تمنعك أن تروح للانتخابات. ومثل هذه الأمور حقيقة يعني ليش نزلت الوقت الحالي، لأنها انتفت، فضلا عن أن اليوم الخطاب السامي يعني يمكن نتطرق له بعد شوي. نعم. يعني دعا كل من يعني يعتقد أنه يستطيع أن يقدم شيء لبلده أن يتقدم، وهذه مسؤولية الجميع. القضية ما هو كريدت أنك أنت والله تفوز، ما هي مباراة هذه. اليوم أن تقدم نفسك كي تحمي وطنك. اليوم البلد للأسف وصل في جميع المجالات إلى مدركات الفساد، فلذلك يعني إذا ما تقدم يعني من يعتقد أنه يستطيع أن ينتشل البلد
يعني في الوضع اللي هو عليه، انا اعتقد انه هو يعتبر مقصر في حق وطنه. عبد الله قبل لا ادخل فيك تفاصيل عمليه الانتخابيه الحاليه، قبل هذا خطاب القياده السياسيه، خطاب الامير اللي تلا سمو ولي العهد، خطاب كان مختلف كثير عن بقيه الخطابات اللي كنا نعيشها في الفترات السابقه وخطابات الحل. كيف انت يعني كناشط سياسي كمواطن ايضا قرات هذا الخطاب؟ حقيقه يعني انا شفت الخطاب لاكثر من مره، وكل مره يعني اشعر ان هذا الخطاب يلامسني ملامسه، يعني قد لا يكون من مواطن اللي حاكم، لامسته بشكل من والد لابنه. استشعرت ان هذا الخطاب يلامسني بشكل شخصي. هو حقيقه لم يكن خطابا يعني سياسيا، الخطاب كان خطاب وطني بجميع ابعاده، خطاب يدعو الى التفاؤل، الى مرحله جديده، الى تحمل المسؤوليه. الجميع يتحمل المسؤوليه بما فيهم، يعني ان القياده السياسيه وضعت خارطه الطريق كي نخرج من يعني من ما هو عليه الوطن اليوم، وان كل ما تتمناه اليوم كمواطن قدمه يعني صاحب السمو وتلاه نائب الامير سمو ولي العهد الشيخ مشعل على طبق من ذهب، ووضع الان مسؤوليه يعني على عاتق كل مواطن أن يشارك في هذه المرحلة القادمة. أوكي، القراءة والمطالبات اللي كانت تم اللي هي إقرار تصويت البطاقة المدنية، وهو كان يعني وفقا لمرسوم ضرورة. وأيضا صار جدل قبل لا أدخلك في البطاقة المدنية، صار جدل، بعض يقول لك شلون تطالبون بإقرار مرسوم ضرورة وإحنا كنا رافضين الصوت الواحد. أول شيء فيها نوع من التناقض، أن البعض يعني يقبل المرسوم الضرورة البطاقة المدنية وما يقبل مرسوم الصوت الواحد. لا أبدا، شوف أنا في تقديري ما لم يكن هذا المرسوم مرسوم ضرورة فلا يوجد مرسوم ضرورة. ليش؟ لأن الصوت البطاقة المدنية. البطاقة المدنية نعم. أوكي. ما لم يكن هذا مرسوم ضرورة ما في مرسوم ضرورة، لأن هذا التعديل وهذا المرسوم اللي وعودة القيود، يعني خلينا نقول مثلاً عودة الطيور المهاجرة إلى يعني إلى أماكنها، وأحياناً بعض الناس يعني أنا والدي من 62 يصوت بالسالمية. طيب احنا سكننا صباح السالم وتالي سكننا المسائل والى الان يصوت في السالميه. فقضيه انك انت اليوم تعيد اراده الناس الى وضعها الطبيعي وكي تختار الناس، هذا فضلا عن الموضوع شنو موضوع تحويل القيود. واحيانا يطلع بعض المرشحين يقول انا راح احول قواعدي الانتخابيه من مكان لمكان، وفي الاعلام ولا يحرك احد ساكن. لا، ويقول لك بعد هذا الموطن الانتخابي حق للناخب اللي يختار، هذا تشوفه صحيح؟ لا ما هو صحيح هذا، ولا هي معلومه هذه دقيقه، لان اصلا يفترض على كل من ينتقل من مكانه ان يخطر وزاره الداخليه كي تنقل قيده. هذا احد الشروط الموجوده، لكن للاسف في مرحله المراحل كانت يعني الحكومات السابقه تشارك وتشرع هذا الأمر من خلال أن البطاقة المدنية يتم نقل الأصوات هنا أو هناك برعاية من الحكومة. لذلك بعض للأسف هيئة المعلومات المدنية في فترات تخلت عن مسؤولياتها. اليوم الأمور عادت إلى نصابها، إرادة الناس أصبحت تمثل حقيقة كل دائرة. قضية المرسوم والضرورة سؤالك أنا أعتقد أنه مستحق وفي مكانه، لأن مثل هذه الأمور يترتب عليها مخرجات، يعني يعزز من شفافية الانتخابات مرسوم ضرورة صوت بالضبط، ويعزز وأيضا تشكيلة الناس. بمعنى أبو حسين، أنت اليوم لو كان خالد خليفة العازمي مثلا ناقل أصوات هنا أو هناك وفلان ناقل أصوات هناك، تشكيلة مجلس الأمة القادم لن تكون حقيقية ولن تمثل إرادة الناس لأنها مزورة بمعنى أصح. لكن اليوم التصويت في البطاقة، خلينا نقول مشاركة البطاقة المدنية مع الجنسية في التصويت، هو تمثيل حقيقي لإرادة الناس، وهنا تستطيع أن تترجم الخطاب السامي، لأن الخطاب السامي قدم كل شيء وكما يقال رمى الكرة في ملعب الشعب كي يحسن الاختيار. شلون اختار أنا وإذا الآلية عوجة؟ مو معقول أحد ممكن يختار. لذلك بعد ما تم تعديل مسار آلية التصويت، أنا أعتقد أن اليوم القيادة السياسية يعني شكرا قدمت كل شيء بما فيهم مرسوم الضرورة، وأيضا إضافة يعني المناطق. أنا ساكن في المسائل اليوم ما أقدر أصوت في السابق، لكن تتخيل واحد مرشح ما يقدر يصوت حق نفسه. فاليوم كل المناطق اليوم شاركت، ولذلك اليوم على الجميع أن يتحمل مسؤولياته وأن يترجم مضامين الخطاب السامي على أرض الواقع. أوكي، أنت إذن مرتاح من عملية التصويت في البطاقة المدنية، ما ترى أن هذا تعارض مع مرسوم ضرورة مثل ما صار في الصوت الواحد؟ هذه وجهة نظرك؟ نعم. اوكي، البعض يصورها اليوم ابو عبد الله
خاصة أن تعرف أن إحنا ما ينا حل نتيجة لأن مجلس الأمة انتهى دور الأربع سنوات. لا، إحنا صار في أزمة سياسية وصار في حل، لكن البعض اليوم يصورها وترصد بعض الآراء يقول لك كأننا نعيش في أجواء انتخابات مجلس المبطل الأول. هذا صحيح ولا لا؟ هو جزء منه أن إحنا نعيش، خلينا نقول مثلا حراك. أوكي. لأن تم حل المجلس السابق اللي هو 2012، تتكلم على حل المجلس صح؟ 2012 أو 2011 ولا هو الإبطال سؤالك؟ الإبطال ما قبل الإبطال، يعني ما قبل الإبطال انتخابات المبطل نفسها، يعني نعم. إن كأنه كان البعض يصور نفس الأجواء، بعض يقول لك لا أجواء المشحونة، بعض يقول لك لا أجواء التصويت للأصلح، كل من ينظر لها من زاويته. أنت قاعد تشوفه نفس الحالة ولا مختلف؟ أنا أعتقد يختلف تماما، لأن اليوم حتى لو تلاحظ أن مجلس الوزراء أجل كذا اجتماع كي يبت في الدعوة إلى الانتخابات لدراسة مثل هذا الأمر، كي لا يعني نرجع إلى المربع الأول وهو إبطال يعني المجلس. لذلك هو مرسوم الضرورة، هو في النهاية يعني يعتبر نص دستوري موجود من صلاحيات سمو الأمير، فهذا سمو الأمير يختار هذا الأمر، من لديه شيء يذهب إلى المحكمة الدستورية ثم بعد ذلك يبت في هذا الأمر. وحقيقة أنا في تقديري من سيذهب إلى المحكمة الدستورية هو اللي في خلله. ليش؟ لأن ما في واحد مصلح يتمنى أن تكون القيود الانتخابية غير منضبطة. اليوم أنا في المسائل صوت في المسائل، أنت اليوم ساكن مثلاً، اليوم خلينا نقول ساكن برميتية صوت برميتية، مو معقولة اليوم أنت ساكن في المسائل صوت بالجهرة أو يجيك. وهذا أغلب الأمور للأسف، ترى تحويل الأصوات أحياناً، ترى الناس اللي تم تحويل قيودها ترى هم عرضة للابتزاز. بس قبل شيء عبد الله، هل صحيح أن تحويل نقل القيود أثر حتى على من قبيلة العوازم الكريمة، أن أثر حتى على أبناء القبيلة في الدائرة الخامسة مثلا لما راحوا إلى دوائر أخرى؟ أعتقد أن تصريح أعتقد الشيخ فهد فلاح بن جامع لما تكلم مرة أن تنقلتوا أصواتكم ورحتوا لناس ما وقفوا معاكم مثلا، نقل الأصوات أثر على العوازم الخامسة؟ والله كان المعقل الأكبر لهم يعني كقبيلة. ما يعني شوف، نقل الأصوات في السابق نعم أثر، لأنه جزء كبير من الأرقام طلعت برا وجزء دخلت. لكن اليوم أبو حسين، هي ما هي قضية دخول أو خروج، هي قضية أن اليوم أنك تشتري ولاءات الناخبين من الدوائر الثانية لمقابل أن تقدم لهم خدمة قد يكون هو مستحق لهذه الخدمة. أوكي. بمعنى أنه يقول لك يبا تعال، أنت عندك مشكلة مثلا، أنت بتنقل ولدك، تبي عندك أمك فيها تحتاج مثلا علاج في الخارج أو غيره، خلاص جيب لي البلوك كله اللي عندك هناك وأنا أوديك علاج في الخارج. فهو ابتزاز. لذلك بعض الناس اللي تم نقلهم ترى هم ضحية سوء إدارة الدولة، ابتزاز سياسي يعني. بالضبط. إيه، فأنا أجيبك عندي، أنا أوكي أنا أمشي لك المعاملة هذه، أنت مو بمنطقتي، مقابل أنك تحول الرقم اللي عندك كله في دائرتي. فهو ابتزاز، وهي مشاركة ضمنية من الحكومة. نعم. إيه للأسف. إنزين أبو عبد الله، قلت تصريح قبل يومين لما أعتقد رحت تسجل، قلت احذروا من ادوات الفساد حتى ولو غابت رموزها، لذلك فعليكم ان تؤدبوهم بالصناديق. ايش تقصد بالتصريح؟ يعني شوف، اليوم الناس تعيش يعني اجواء تفاؤليه وحقها في مثل هالمرحله، يعني تم تنفيذ اغلب المطالبات اللي كان ينادي فيها الشارع، من رحيل الرئيسين، من ايضا خطاب السامي كان بلسم على جرح كل مواطن كويتي غيور على بلده. لكني انا في تقديري اليوم نتفائل، نعم نتفائل، لكن لا نفرط ولا نبالغ في التفاؤل. ليش؟ اليوم لما تشوف، يعني خليني أسمي لك الأمور بمسمياتها، يعني أحد النواب يعلن بشكل أو بآخر أنني جاهز من 52 سنة، ورئيس مجلس الأمة السابق أيضا يقول أنا جاهز، ثم بعد ذلك تكون بعض المشاركات من بعض أطراف التي تحاول تخلق استفزاز للشارع الكويتي. نعم. هذه تقول لنا أنا والله رجاية عد الحال مايل، وهذاك يجي يغلط على شعارات انتخابية. لا، في النهاية يعني هي يعني أنا أعتقد أن مثل هذه الأدوات هي لها دور. يعني مرشح سنوات، 7-8 سنوات ملاحق في قضايا في الخارج، يأتي به يجيبونه قبل 10 أيام، ثم بعد ذلك يذهب يسجل في الانتخابات. أنا يعني أنا أقصد أن الناس مثل دفع يعني ولا إشكالية، أنا أقصد في الفترة ويجي يسجل في الانتخابات. إذا أنت أصلاً منقطع عن الكويت صار لك أكثر من 10 سنوات، اليوم لما تشارك، أنا في النهاية هذه الأدوات لا تعني لي شيء. أنا أتكلم أن الناس يجب عليها أن تحذر وأن لا تبالغ في التفاؤل، يعني وجزء من المعركة السياسية لم تنتهي بعد، لذلك الإنسان يكون فطن. أنا عشان كذي سألتك سؤال، قلت لك أجواء مجلس المبطل، والبعض يقول لك أن هناك قد ينتج صراع
عنصري، صراع طائفي، صراع طبقي ممكن نشاهدها اليوم موجودة عندنا، فأنت تتلمسها ولا لا؟ أنا شوف، أنا أعتقد أن هذه الأجواء غير موجودة حاليا أوكي. لكنها هي ممكن يعني تعود أجواء صراع معارضة. طبعا أنت في كل انتخابات في أجواء طائفية أحيانا، في أحيانا عنصرية، قبائل، مناطق داخلية، مناطق خارجية. أنت اليوم قد أنك أنت تقبل على يعني صراع معارضة، وارد، لأن أنت من قبل فترة تشوف بعض خلينا نقول التحركات، قصد من غير قصد، تصريح مني تصريح منك، حقيقة يعني تصريحات غير مسؤولة، قد يعني تدخلنا في مرحلة قادمة إلى خلافات تكون على مستوى رموز معارضة. أوكي، الشخصيات اللي أنت تنتقد اليوم وجودها في الانتخابات، هل هذه تعتقد أن الناس تنزل من نفسها، أو تبتوحي أن في دعم من بعض الشخصيات؟ أنا هي لطالما كانت أدوات فهي أكيد أنها مدفوعة من الخارج، وأحيانا تكون مش أدوات بس، تكون أدوات رخيصة كذلك. لا يعني حتى لو مثلا شخص عنده ثقل سياسي أو عنده تيار أو عنده مجموعة أو عنده مصالح مثلا، من حق أنه يدعم ناس توصل للمجلس الأمة، وين إشكاليتكم؟ لا شلون أبو حسين، الحين لما تكون عندك مصالح تقوم تدعم يعني مرشحين، هو شلون تدعمه؟ المال السياسي شلون شكله؟ أحمر أسود؟ مال سياسي. أنت لما تجي تدفع فلوس حق سين ولا صاد عشان تمرر مصالحك داخل مجلس الأمة، هذا في النهاية أنت قاعد تضر البلد من خلال شرائك الولاءات لهذا، وهذا المرشح بطبيعة الحال راح يدفع الفاتورة لك عن طريق شنو؟ عن طريق أنه يحاول يمرر لك بعض القوانين اللي قد لا تتناسب مع يعني مع حال البلد، يمرر بعض الأمور المخالفة للقانون وغيره. إنزين، عبد الله، المجلس الماضي أنت دائما كنت متابع وترصد أو حتى تغرد ساعات أو ممكن تصرح، المجلس الماضي كان يعني حالة استثنائية، ترى عدد جلسات اللي انعقدت خلال سنتين كان جدا قليل، اعتصام داخل مجلس الأمة أدى إلى حلة، صعود على المنصة، خلاف، استجوابات، دخلنا في أمور عديدة. تقييمك أول شيء المجلس الماضي شلون تصور؟ هل هذا المجلس بمعارضته أنجز، أم هذا المجلس أزم وبالتالي وصلنا إلى مرحلة غير جيدة؟ شوف، طبعا أنا أتكلم الآن عن المجلس بشكل عام، لأن أكيد أنه هو يتفاوت كنواب أسماء، بس بشكل عام أنا أعتقد أن هذا المجلس يعني مجلس يستحق كل احترام وتقدير المجلس وإشادة. أنا أتكلم بمجملة الآن. ليش؟ وأنا ما أقول هالكلام هذا من فراغ، لأن أوصلنا إلى الحالة الوطنية اللي نعيشها اليوم من لحمة وطنية. شوفوا بحسين، أنا كنت كل فترة من الفترات كنت ممكن تسمع شعارات وحدة وطنية ما وحدة وطنية، يكون كلام إنشائي ما له أي دور. اليوم أنت لما تشوف جزء كبير من النواب فيه سني وشيعي وحضري وقبائل متعددة وتيارات سياسية كلها في خندق واحد، ما في أحد يزايد على الثاني، أنا أعتقد لو لم يخرج هذا المجلس إلا بهذه اللحمة الوطنية لكفى، فضلا عن أنه رحيل الرئيسين تم مستحقات. اليوم النبرة العامة للناس، وأنا ما أخفيك سر، أنا نزولي الانتخابات وشعوري اليوم أن جزء كبير من الناس اليوم تنشد الإصلاح وخلاص وملت. أنا أدش دواوين وأدش أماكن، الناس تقول ملينا. إذا شو الحل؟ فأنت الآن تم تعديل المسار، تبقى المسؤولية اليوم على النخب السياسية اليوم، انك انت تبي ترجعنا الى المربع الاول. بس ابو عبد الله ما خفت، شلون اميز انا اليوم ما بين معارض يعني الحكومي يكون واضح. معارضه تختلف، يعني في معارض يحمل شعارات لكن تعرف من تحت الطاوله قد تكون له اتصالات مع اطراف اخرى، وبعضها لا يكون هو هذه مواقفه يعني. المعارضه صحيح ان جزء كبير اعتصم وجزء كبير اعلن عدم التعاون مع رئيس الوزراء، لكن جزء منهم نفسه صوت للرئيس مرزوق الغانم ضد بدر الحميدي مثلا. صحيح، شلون ميز بهالحالة؟ هو طبعا هو كتمييز الشارع يقيم. شوف، في مقولة يقول تستطيع أن تخدع الناس بعض الوقت لكن لا تستطيع أن تخدع الناس كل الوقت. الناخب فطن، صار عنده نضج، يشوف المواقف أحيانا الرمادية يميز، لذلك هو يعني نتائج الانتخابات إذا شفته أعرف أنه اللي ما راح يحالف الحظ حتى لو كان جزء من المعارضة أنه لم يقنع الناس في 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 مواقف الرمادية، مرة هني مرة هناك، ما يصلح. الناس في مرحلة يبيض يسود، فلذلك بعض الناس يخشى على نفسه في المرحلة القادمة، مع العلم أنه الآن يحاول يظهر نفسه على أنه
من المعارضة. فأنا أعتقد أن يعني الشعب الكويتي، يعني إن كان في رجل مرحلة في هذه المرحلة فهو الشعب الكويتي. ترى الشعب الكويتي هو كان سبب رئيسي في يعني التحام النواب مع بعضهم أول شيء، دفع النواب لملفات هو من يحددها الشعب الكويتي. يعني هم اليوم حاولوا يروحون يمين يروحون يسار، الشعب الكويتي زوى كتلة النواب في هذا الاتجاه وقدم ملف العفو على أولى الأولويات، واستطاع أن ينجزها بإقناع القيادة السياسية. أنا بيك على العفو، لكن الصراع أبو عبد الله أنت تتكلم عنه اليوم هو بين الصراع اللي قلت ممكن يكون صراع معارضة معارضة. صحيح. والصراع اليوم لا، يعني وصلنا إلى فترة حرب بيانات قطيعة، فلان ما يسلم على فلان، في صراع واضح. صحيح. ما وتجسد في بيانات وتجسد في مواقف وتصريحات. هذا الخلاف طبيعي يعني في إطار الطبيعي السياسي أم لا؟ وصل إلى مرحلة يعني لازم حتى أهم الأطراف والناس بعد تقف عندها، يعني ليمتى هذا الخلاف؟ لا هو خلاف طبيعي، مو طبيعي، مو طبيعي، مو طبيعي أبدا، لأنه ما هو خلاف فني. هذا الخلاف اللي موجود هو خلاف حظ نفس. ليش؟ أنا من 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 شلون حظ نفس؟ خليني أقول لك، من تمت عودة المهجرين من تركيا أنا غردت في حينها، قلت نحن مقبلين على أزمة قيادة، قيادة المعارضة. إيه، الكل يبي يقود، أنت في مرحلة الكل بيقود، لذلك أقول أنك أزمة نفوس مش نصوص. أوكي. ما هم مختلفين يعني أبو حسين، أنا لو أختلف معاك على أمر معين نقعد على طاولة واحدة نتناقش. أوكي. لي وجهة نظر لك وجهة نظر، لكن اليوم أنت توصل إلى قطيعة، وفي كل البيانات أحيانا يكون همز هنا أو هناك ولمز هنا وهنا، ويحاول إظهار الطرف الآخر في أنه والله مثلا أنه يعني عنده مشكلة مثلا مع نفسه، أو مثلا وين اللي يقول مثلا، يعني خلينا نسمي الأمور بمسمياتها، مثلا لما مثلا يطلع مثلا الأخ الكبير الرمز الوطني مسلم البراك ويتحدث عن موضوع، يعني وين الثلاثة اللي يقولون أبطلوا يعني ورقتهم، أو مثلا عند البدون لما يجلس عند البدون ويقول مثلا جاكم أحد من النواب، وهذه كلها إشارات فيها نوع يعني حقيقة من التحريض الغير مباشر، مع العلم أن اليوم هذه قضايا مستحقة لك، بس جيدة، ما يجوز أنك تتعامل معها بهالنفس. طريقة محمود مسلم براك جيدة في توعية الناس لباقف بعض النواب، ولا تشوفها غير جيدة؟ لا لا أبدا غير جيدة، لأن أو تنتقد محمود؟ أنتقد محمود، ليش ما أنتقد محمود؟ أنا أنتقد كل شخص يعمل في الشأن السياسي هو عرضة للانتقاد، والرمزية دائما تكون للمواقف. ليش ما تقول ليس محمود قاعد يستغل دوره في توعية الناس؟ لا أبدا، لمواقف هؤلاء. لا وشوف، أنا بداية حديثي قلت لك الرمز الوطني مسلم البراك، ففي النهاية هو ليس معصوم، لا مسلم البراك ولا بدر الدهم ولا غيره. من يعمل في الحقل السياسي يتحمل النقد وهو قابل المواقف للصحة وخطأ. نحن لسنا أتباع، نحن نقيم مواقف سياسية، الموقف السياسي نقيمه، والرمزية للموقف ليست للأسماء. فمسلم البراك على سبيل المثال، أنا ما ودي إنه يكون حديثنا يعني عشان ما يصير يعني تركيز على يعني على مسلم البراك في هذا الجانب كي يكون محل نقد، يعني أنا أقول لك كرمز من رموز المعارضة، يعني طرف الفيصل، طرف داهم، طرف المطير. إيه، فإحنا ما نبي، وهذا أوكي. الكلام حقيقة يعني أنا يعني يمكن واجهت الأخ الكبير مسلم البراك وقلت له هذا الكلام، قلت له يا أبو حمود ما يجوز اليوم إن إحنا نتعامل يعني في مثل هال يعني الأزمة الوطنية اللي تعيشها البلد اليوم في خلافات شخصية، مهما كانت هذه الخلافات الشخصية كبيرة تذوب يفترض في 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 في, في خضم الـ يعني الوحدة الوطنية، وأنت اللي مثلك ليش ما يجمع ما يفرق، ليش ما نكون احنا في مرحلة هي مفترق طرق، فبالتالي يجب أن تتضح المواقف والرؤى للناس، فبالتالي كل من يأخذ الطريق اللي هو يبيه، وبالتالي الناس تقيم. يعني مو هذا اللي قلت لك، فرق بين خلاف النصوص وخلاف النفوس. يعني مثلا خليني أقول لك مثال، لما صارت خلاف بين الحركة الشعبية، الكتلة عمل شعبي والحركة الدستورية، نعم، في قضية الداو كيميكال، نعم، وتوقيع العقد إبطاله، هم في النهاية اختلفوا وقعدوا مع بعض، نعم، وهذا يقول إن هذه صفقة لابد تتم، وهذا يقول ما يجوز، فهم في النهاية هو عمل فني، نعم. لكنك أنت اليوم لما تدش في خلاف شخصي مع أطراف المعارضة اللي هما في حقيقة الأمر يعني ما كانوا طرف لا في تهجيرك ولا في سجنك
ولا في إقصائك في المشهد السياسي. أنا أعتقد أنه لابد واحد يعيد النظر اليوم في مثل هالأطروحات، وأنه يجمع مصلحة البلد يا أبو حسين فوق كل اعتبار. هذا سموه الأمير الله يحفظه ويطول في عمره، هذا الشيخ مشعل الله يحفظه ويطول في عمره، اليوم قدموا مصلحة البلد ويعني انحازوا إلى الإرادة الشعبية من خلال تنفيذ المطالب. لذلك مضامين الخطاب السامي كان يذكر فيها الشيخ مشعل نحن مكلفين في إدارة الدولة، وهي تعتبر يعني عبء علينا ومسؤولية، هنا المسؤولية تقع. لكني أنا اليوم أبحث عن خلاف هنا أو هناك، فأنا حقيقة أقول لجميع أطراف المعارضة، لجميع دون استثناء، كفى عبثا باللي قاعد يصير في البلد. خلافاتكم اللي أنتوا قاعد تقومون فيها، ترى الطرف الثاني هو المستفيد. أنا أقعد معك في غرفة واحدة، وهذه لغة الفرسان، أنت عاتب وأنت لاعن وأنت سابب وأنت طاقق، ما عندي مشكلة. لكن لما نطلع برا ندافع عن بعض، ما نقوم نهمز وننمز عن بعض، وأنا لا أستثني أحد. بس ما وصلت إلى مرحلة أن واحد يضرب الثاني، انتقادات مش لا شلون ما في. أنت اليوم لما تتكلم على موضوع أن هذا تبع فلان، أنا حتى مسلم البراك تم مهاجمته على أنه هو تبع فلان وتبع لوان، هذا كمان أيضا الناس ما تقبله. مسلم البراك يعتبر تاريخ، قدم الكثير من المواقف السياسية، فما يجوز اليوم أن اليوم لمجرد وجود خلافات شخصية اليوم أفجر أنا معك في الخصومة، ما يجوز. هذا ما هو، هذه مراهقة سياسية، ما هو عمل سياسي وطني. فلذلك المرحلة تحتم اليوم علينا، هذا مركب بوحسين، أنت في الدور العاشر ولا في تحت المركب، لو بكروز تغرق. لذلك هذه بلد، إذا 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 المركب هذا غرق ترى راح يغرق الجميع، لن يستثني شيخ ولا تاجر ولا مواطن. لذلك مصلحة الناس، أنا أفهم إن في بعض الناس عندها مصالح شخصية وأصلاً جايز لها الخلافات اللي قاعد تصير هنا أو هناك، لكن بالنهاية لابد إن يكون الطرف الثاني فطن ويتجاوز مثل هالخلافات. هذه وجهة نظري. زين، أنا عبد الله بيكمل معك، ولكن توقف عند هذا الفاصل وراح أرجع وياك وعلى الموضوع الجدلي اللي قد يكون هو نقطة الخلاف، اللي هو الحوار الوطني وما نتج عنه وأسبابه ووجهة نظرك فيه، ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل قصير ثم نواصل. أعود لكم جديد مشاهدينا الكرام. أبو عبد الله، سؤالي قبل الفاصل، الحوار الوطني، يعني الحوار الوطني بعض يقول لك هو أنتج العفو اللي شمل يعني مختلف أطياف الشعب الكويتي، لكن بعدها خرجت أصوات تنتقد عملية الحوار الوطني، أنت مع أي وجهة نظر؟ شوف، الحوار الوطني مكرمة أميرية، واسمح لي أقول لك أن هذه المكرمة تم تشويهها من خلال يعني استخدامها في غير محلها. فبعد ما فوض سمو الأمير الله يحفظه اللجنة، كان يفترض أنها تنجز الملفات المناطة فيها. قضية أنك أنت اليوم تنجز وتساوم، هذا تشويه، هي مكرمة. لذلك تجد للأسف، يعني ليش أقول لك أنا تشويه، لما يطلع أحد أعضاء اللجنة ويقول حق اللي صدر في حقهم عفو، أنا متفضل عليك ومتفضل على أهلك، ومرزوق الغانم متفضل عليك ومتفضل على أهلك وصباح الخير، هو كان يقصد أن يعني إذا دكتور عبيد يعني كان يقصد أن إحنا كان لنا دور في لا لصاحب الرأي في مثل هذا الأمر هو سمو الأمير منفردا. العفو الخاص هو اللي يسموه الأمير، ليس لأحد أي صلاحية، ولا يجوز أصلا هو أحد ينسب هذا الأمر نفسه. هو ساهم في إعداده، يعني ما من ساهم في إعداده، يعني أنت يعني من ساهم في إعداده أيضا حسن جوهر وأمهل هالمضاف كانوا شريكين في هالأمر، ليش ما طلعوا وقالوا إحنا لنا فضل وما لنا فضل؟ هذا الأمر شوه، أنا أقول لك اليوم فضلا عنه لم يكمل. يعني اليوم في ناس إلى اليوم مهجرين برا، نعم. هذا مو ملف مفروض يصير. إيه؟ لما تطلع أنت في أحد الاستجوابات وتقول يا جماعة ترى عندنا يوم الخميس جلسة للعفو، أنت تحاول تضفي على الاستجواب، تبي تمرر الاستجواب علشان تحاول تغازل بعض النواب الموجودين، هذه مساومات ما تجوز. لا بس أبو عبد الله، البعض يقول لك اليوم، خلنا نتكلم بواقعية، أن الاستجوابات التي أتت ما بعد الحوار الوطني كان الهدف من هذه الاستجوابات هو التخريب على الحوار نفسه. يعني بعض النواب يقول لك كانوا يستجوبون لأجل إيقاف الحوار وعدم استكماله، هذا صحيح ولا لا؟ مو صحيح ولا هو منطقي أصلا. ليش؟ يعني أنت الحين هل في واحد في الكويت يتمنى عدم عودة المهجرين من برا؟
ما أنا ما أعتقد أن في واحد في الكويت يعني يعارض على هالأمر إلا أن تكون لها مصالح، يبي يمرر مصالح. وعقب ما عادت المجموعة اللي برا، يعني أنت اليوم لما تشوف بعض الاستجوابات فيها يعني متعددة، فيها شباب جدد ما هم طرف أصلا في الصراع السياسي، وتجد رئيس الوزراء السابق يساوم. أنت لما تجيني تقول لي مزمع وتقول لي والله ناس جاي تخرب، أنت اللي جاي تخرب أصلا مواد الدستور في مثل الممارسات هذه، سوابق ما حصلت حتى يعني في دول يعني الدول اللي أصلا ما تعرف في الديمقراطية شيء. أي استجواب يمكن يقدم فإحنا بنأجله مسبقا. هذا التشويه أبو حسين، مو أنك تقول والله يعني هؤلاء الناس هم اللي سعوا في تخريب الحوار الوطني. لا، حوار الوطني مكرمة أميرية لها طريقها، وأيضا العمل الثاني النيابي. يا أخي أنت أقنع الناس، إحنا مو بنخرب كنواب، أنت أقنع الناس وخل وعطني كريدت قدام الرأي العام إن هذولا فيهم ما فيهم. ليش تخاف من مواجهة المنصة؟ منو خاف؟ رئيس الوزراء السابق أصعد على المنصة، مو أنت صاحب اللاءات الأربع؟ صعد المنصة، ما صعد المنصة إذا تبي تقدم مزمع. نعم، إذا أنت تصوت عند الباب حتى جلسة ما تدش داخل عشان. لا بس هو يقول لك من نتائج الحوار الوطني أن نهى سالفة المزمع تقديمه. شلون نهم؟ أن بعد الحوار الوطني صعد رئيس الوزراء منصة. لا، هو بعدها تمحى المجلس الأمة، مجلس الوزراء، وقالوا أن بالتبعات سقط الاستجواب، مع العلم أنه هو موجود في اللائحة، وهذا خطورة أيضا وكأنها سابقة كانت. نعم، المفروض أن يتراجع عن مثل تقديم هالطلب هذا الغير دستوري أصلا. أوكي، فأنت أنت أنت تشوف أن الحوار جيد لكنه حرف يعني. نعم، أخذ يعني الحوار كانت فكرة بالأصل، كانت فكرة لو صدقت النوايا في حينها من الأطراف اللي كانت تحاول تروج لهذا الأمر لكانت الأمور في غير هالمحل. أوكي، لكنك كنت تستخدم يعني ظروف الناس والأسر، يعني في أنهم تبي يعني عيالهم يرجعون للكويت، في قضية ابتزازهم لتمرير بعض الأمور. يعني أنت شنو علاقة تحط بعض القوانين في جلسة المزمع؟ تبي تمرر هذا القانون وتحط مثلاً مثل قانون مثلاً سالفة ال 3000 من المتقاعدين. نعم، يعني فكرة جميلة شوهت، حتى المتقاعدين زاعوا هال3000 هذه من الآلية اللي كانت يعني يبتزون فيها. زين عبد الله، اليوم يعني حتى كانت بعض التكهنات والتوقعات السياسية اللي تتكلم عن رئاسة مجلس الأمة القادم كانت توضع أسامي. المفاجأة كانت هي إعلان رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ترشحه للانتخابات. والبعض يرى اليوم أن الرئاسة حسمت. أول شيء، كيف تقيم نزوله وكيف تنظر لنزول الانتخابات؟ يعني شوف، العم أحمد عبد العزيز السعدون شخصية وطنية لا يختلف عليها اثنين، أنا في تقدير. من يختلف انظر في حاله، يعني ما في شخصية وطنية ممكن تقول العصمة للعصمة، يعني يختلفون في مواقفه مثلا إدارته. لكن أنا أقصد أن اليوم كرجل مرحل، أنا في تقدير عشان ما أتشعب في هالموضوع. أوكي، إذا كانت في ضرورة أو أهمية في نزول السيد أحمد السعدون في مرحلة سابقة، فأنا أعتقد في مثل هذه المرحلة أهم. وفي قاعدة شرعية تقول الضرورات تبيح المحظورات، حتى لو كانت له وجهة نظر ثانية يجب عليه أن يعني يتقدم، لأنه اليوم شخصية توافقية يملك حكمة وحنكة سياسية، يستطيع أن يتعامل مع جميع النواب في المرحلة القادمة على مسافة واحدة من الجميع. ما يميل أحمد السعدون مع فلان، ولا يميل إلى اللائحة والدستور، لذلك وهو محل احترام أيضا لجميع الأطراف، فضلا عن أنه يعني تقول له رئيس توافق اليوم. نعم، رئيس توافق، لذلك هو مجرد أن أعلن خوض الانتخابات حسمت مسألة الرئاسة. بس بل حتى يعني اليوم إحنا كنا مقبلين، لو لم يعلن مقبلين على أزمة رئاسة، صراع داخلي. نعم، كل هذا يقولك والله، حتى أنت قاعد تسمع أن فلان مثلا يطلع لك احد النواب يقول لك والله مثلا شعيب المويزري هو صاحب فكره الاعتصام، لازم هو يكون الرئيس. صارت مثل كل واحد يبرز نفسه بطريقه او باخرى. فاليوم نزوله حتى ابو ثامر شعيب المويزري اعلن انه داعم لمثل يعني هالموقف اللي هو احمد يعني كون شعيب المويزري هو احد كان اللي يسعون يعني الرئاسه، فحسم الخلاف. نعم، فضلا عن ان حتى الرئيس السابق، انا اعتقد في مثل هالخطوه هذه اللي تقدم فيها السيد أحمد عبد العزيز السعدون. أنا هذا سؤالي، تعتقد اليوم أبو عبد الله يعني مش أماني ولا الواقع السياسي؟ لا، بقول لك الأماني بعد. تعتقد أن الرئيس السابق مرزوق الغانم سيترشح لهذه الانتخابات؟ وماذا لو ترشح وذهب انتخابات الرئاسة
وحصل على الرئاسة؟ شوف خليني أقول لك، طبعا أنا بقول لك أماني وبقول لك تحليلي. أنا حقيقة يمكن تستغرب، يمكن حتى الأخوة المشاهدين يستغربون من مشاعري وأماني. أنا كنت أتمنى أن يخوض الدكتور عبيد الوسمي الانتخابات. لن يخوضها الدكتور عبيد؟ لا أقول لك قبل لا يعلن، لأن في ناس قالت أنه ما راح ينزل الانتخابات، والآن أتمنى أن يخوض الرئيس السابق مرزوق الغانم هذه الانتخابات. ليش؟ أنا أقول لك ليش. هذا المشهد السياسي يجب أن يكتمل، أركانه تكتمل. الآن عدم خوض الانتخابات هو يعني بعذر أو بآخر، الانتخابات اللي فاتت كانت في جزء من أو جزء من النواب كانوا يتعاملون بالنفس العنصري ويحاولون يعني يفرزون المجتمع الكويتي ويضربون النسيج الاجتماعي. نتائجهم في الانتخابات ارجع لها، متدينين الدوائر 400 و300 صوت وغيرها، مع العلم كانوا متصدرين، ما بيذكر اسماء، كانت لهم صولات وجولات. فلذلك المشهد هذا النتاج لما تطلع هالنتائج انت تعرف حجمك الحقيقي. انا اتكلم عن انتخابات 2020، انك ما كنت تطرحه ياسين او صاد في تلك الانتخابات، فيجب ان تعلم ان الشعب الكويتي كان يلفظه بدليل انه وصلك الى هالمستوى من 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 تذيل الانتخابات. لذلك انا وجهه نظري اتمنى حقيقه ان يخوض الدكتور عبيد الوسمي، هو اعلن الان، وكذلك يعني الرئيس السابق يخوض الانتخابات كي يكتمل المشهد وكي تصل الرساله، سواء من خلال الارقام او من خلال داخل قبه عبد الله السالم. اذا ترشح للرئاسه وفاز، شوف انت الحين تتكلم في ضرب من الخيال. ليش خيال؟ ليش اقول لك؟ لان الانتخابات اللي فاتت مع وجود الحكومه يعني بشق الانفس، كان في باركود وقتها، انا اقول لك مع يعني بشق الانفس، فما بالك انت اليوم يعني اعلنت القياده السياسيه مشكوره عدم يعني انحياز في عدم تدخل في الانتخابات الرئاسه. نعم. فان انا اعتقد فضلا عن الشعب الكويتي، شوف انا اعتقد من يقول ان مرزوق الغانم سيعود رئيس مجلس الامه في المرحله القادمه هو يسيء للشعب الكويتي من حيث لا يعلم. ليش؟ لان الشعب الكويتي اليوم اللي دفع في اتجاه النواب وحماهم ووصلهم الى هذه المرحله هو قادر اليوم على ان يخرج مثلهم وافضل في المرحله القادمه. اليوم ما في مجال يعني انك انت تحاول تظهر في مظهر المعارضه وتقوم تضحك على الشعب. اليوم الشعب واعي وفطن وعارف سيوصل من، فلا يمكن باي حال من الاحوال ممكن 25 واحد من النواب يجون يعني يصوتون للرئيس السابق وتقول لي والله رد رئيس من سمه. فضلا عن انا في اعتقادي ان اليوم حتى يعني المرحله القادمه ايضا القياده السياسيه يعني بما ان العم احمد عبد السعدون خاض الانتخابات انها يعني تتمنى في تقديري يعني ان الامور تذهب في اتجاه الاستقرار وغيرها، واحمد عبد العزيز السعدون هو خيار للاستقرار. يعني احمد عبد السعدون مو فقط انه رئيس سابق، الاستقرار قاعد تربطه بوصول رئيس احمد السعدون إن يصل الى مجلس الامه، ثم بعد ذلك خلاص يخرجنا من الازمه اللي احنا نعيشها. نعم. يعني لسنوات. لذلك انا حقيقه اكد اني يعني وانا حقيقه يعني ايضا اتمنى اليوم الدائره الخامسه اللي انا نازل فيها. نعم. هي أوصلت الدكتور عبيد الوسمي حينما أطرح أطروحات في السابق، وكما أعتقد أنا خالد المواطن خالد أنه انقلب على مواقفه في تلك المرحلة. وجهة نظري يعني ليش قلت لك خالد؟ أنا قلت لك هذه وجهة نظري كمواطن، أنه انقلب على مواقفه بعد ما تنازلت له. يشوف الدائرة الخامسة، أنا ما أقولها لأنها انتخابات، دائرة خامسة دائرة استثنائية لسبب واحد، حينما تقدم الدكتور عبيد الوسمي في تلك المرحلة تنازلت جميع القبائل وجميع المرشحين اللي كانت لهم حظ واستقبلوه كضيف في الدائرة الخامسة، ثم بعد ذلك أنا لذلك كنت أتمنى ينزل بالخامسة عشان تعرف التقييم من 43,000 هل ممكن تجيب؟ لا تكملية غير وضع الدوائر الانتخابات العامة. ماشي، أنت الحين رايح الرابعة وفي انتخابات عامة، فأنا أتمنى حقيقة من ناخبين الدائرة الرابعة اللي طلعوا محمد هايف وطلعوا مسلم البراك وطلعوا شعيب المويزري وطلعوا ثامر صويط ومرزوق الخليفة أن يقيموا، خلينا نقول محل تقييم، يقيموا أداء الدكتور عبيد الوسمي، وأن يعني يكون رقمه هو محل التقييم. لذلك اليوم هم أمام مسؤولية، الصناديق الصناديق بالضبط. زين، الدائرة الخامسة اليوم اللي تتنزل فيها كثرة، البعض يقول كثرة المرشحين العوازم، هذا دليل عدم تنسيق
دليل ان القرار كل واحد بيده ينزل وهذا شيء ايجابي، ام ان لا ممكن هذه الكثره تؤدي الى تشتت الاصوات وبالتالي يقل عدد النواب؟ لا، اشوف اللي صاير مع قبيله العوازم صاير مع كل القبائل بكل دوائر، كل دوائر. يعني انت اليوم عدم وجود يعني فرعيات اعطى مساحه اليوم الى كل شخص يعتقد في نفسه انه ممكن يعني يقدم شيء لبلده انه يتقدم. في السابق كانت الفرعيات تقصي يعني كل واحد. انا احيانا اروح في الدواوين اقول انت احيانا لو عندك مثلا واحد اسمه اينشتاين ولا نيوتن لكن فخذه شويه ما ينجح، يعني عنده عقليه كل شيء، يقولك والله فلان ما ينجح ليش، والله فخذه شويه. فلذلك اليوم عدم يعني اقامه التشاوريات او الفرعيات اعطت اليوم فرص لجميع الافراد، لذلك العوازم نازلين عدد، العجمان نازلين عدد، الاتبان نازلين عدد، الهواجر، كل هذا في الدائره الخامسه وكل الدوائر. لذلك يعني ما تعيشه خبره العوازم تعيشه، كل القبائل تعيشه. لذلك من يستطيع ان يقنع الناس سيصل سواء في قبيله العوازم او غيرها. عبد الله، قلت انت في تغريده للدكتور بدر الداهوم يعني قلت له لست وحدك الآن، إذا أنت وصلت مثلاً إلى مجلس الأمة وفي حال استمرار شطب الدكتور بدر الداهم، ستنصف بدر الداهم ولا لا؟ شوف، واجب على كل إنسان أن ينصف كل مظلوم. أوكي. ترى يعني أنا في النهاية عندي شخصيتي السياسية، أنا أتفق مع بدر الداهم في أمور وأختلف معه في أمور، وهذا أمر طبيعي. يعني أيضاً تختلف معه؟ طبيعي، كما أني أتفق مع مسلم البراك في أمور أختلف معه في أمور، كما أتفق مع أحمد السعدون في أمور أنا لدي شخصيتي السياسية، لست تابعاً لأحد ولست كوبي بيست هذا في الجانب. لذلك أنا أعتقد أي مظلوم واجب عليك أن تنصفه. بدر الداهوم تعرض إلى ظلم بين على رؤوس الأشهاد، فلذلك يجب على مجلس الأمة القادم سواء كنت أنا فيه نائب أو غيري أن يتم تعديل قانون المسيء. ما يجوز عقوبة أبدية يا رجل. أنت ممكن مسلم البراك لما طلع من السجن قال أنا حدثت معي مراجعات، بما معنى أني في أمور أنا أقدمت عليها أعتقد أني لم أوفق فيها. طيب الحين واحد يجيك مثلا بعد 10 سنة قال لك أنا والله كنت مخطي في هذا الأمر، لا ما تنزل انتخابات. طيب أنا تراجعت، أنا ما يجوز العقوبة الأبدية هذه، ما تجوز. حتى الكافر اللي هو كافر لما يسلم سبحان الله خلاص يحسن إسلامه، تقول لا أنت كافر خلاص ما يصير. هذا كلام غير منطقي. لذلك هذا القانون لو تلاحظون، تذكر أبو حسين، هذا القانون تم يعني حبكه في جلسة في مداولتين خلال 72 ساعة من مجموعة من النواب كي يتم إقصاء. هذا ما كان قانون أصلا، حتى قانون من القوانين اللي مشت بشكل عفوي، لا، تم كيد هذا القانون لإقصاء مجموعة من النواب. لذلك الواجب على كل من سيصل لقبة عبد الله السالم أن يرجع الأمور إلى نصابها. إنزين، أيضا قائل حتى لو تتعدل قانون المسيء هناك أيضا قضية رد الاعتبار. مع رد الاعتبار ستسعى فيه ولا لا؟ أي نعم، أيضا حتى رد الاعتبار اليوم يعني يبقى هذا القانون على الجميع، تتفق وتختلف لأن الدنيا دوارة. ممكن أنت باكر خالد ولا علي ولا غيرنا ممكن يقع في مثل هالأمر، هذا يحتاج قانون ينصفه. لكن ما يجوز اليوم تحط لك أنت قانون عشان الضر سين أو صاد. فرد الاعتبار هو قانون مستحق أيضا يجب العود. القصد أبو حسين، الحقبة السابقة تم اختطافها بشكل أو بآخر، كل القوانين تم وضعها كانت لمجرد يعني تغذية أجندة معينة. لابد الأمور تعود إلى نصابها. إحنا لا نقر أبدا التعدي على الذات الإلهية ولا على الأنبياء ولا على الصحابة ولا على الذات الأميرية، هذه كلها ذوات مصونة، لا نقبل في مثل التعدي هذا. لكن ايضا في مثل لا يجوز ايضا ان يتم تجيير مثل هالامور لاقصاء فئه معينه. حط رد اعتبار لمثل هذا الامر ويعني يتم تعديل القانون من خلال يعني مجلس كانه هو استكمال للعفو يعني العفو بالضبط. اي ناهيك عن قبل شوي انت ذكرت يعني امر معين في موضوع الحوار الوطني والعفو. ذلك انا حقيقه وانا التمس من يعني من الخطاب السامي الخطاب الابوي، واتمنى على سمو الامير يعني الله يحفظه ويطول في عمره الشيخ نواف والشيخ مشعل أن يكتمل الملف العفو من غير أحد. هو إصدار مرسوم يعني وهو الأب الحاني للجميع أنه يصدر عفو على جميع المهجرين، البلد تتسع الجميع. أوكي. ويكون هذا الأمر محسوب للقيادة السياسية بعيد عن خالد ولا عبيد ولا مرزوق ولا فلان، يصدر عفو من سمو الأمير يعني فرحة عارمة راح
تنتشر في جميع يعني ضواحي الكويت. وعبد الله انت الان قاعد تتكلم على العفو وانت يعني مؤيد ان يتم استكمال العفو. اكو قضيه ثانيه اللي بعد تطرح ولكن ليست بقوه طرح العفو اللي هي قضيه ارجاع الجنازي. الجنازي المسحوبه شكلت لجنه كانت وقتها برئاسه الاخ الفاضل علي الراشد وبعدها اصدرت بعض القرارات اللي كان ممكن لكنها ما نفذت كلها. واليوم بعد في بعض القرارات اللي طالب او المطالبات اللي فتح الموضوع وتالي ارجاع جنسيه مسحوب الظلمه منه. نعم. تتبنى هذا الموضوع؟ اي نعم. شوف تختلف تتفق موضوع ثاني. ظلم ولا مو ظلم؟ ترى الظلم حتى الله سبحانه وتعالى شفت دعوه المظلوم الكافر الله يقبلها وهو كافر، الله يقبل دعوه المظلوم الكافر. فما بالك انسان تم سحب جنسيته؟ احمد الجبر تدري شنو الحكم اللي صدر عليه؟ انه يزعزع من البلد. طيب انت شلون تسحب جنسيته وتهدى بالشارع؟ هذا مفروض تسحب جنسيته تقطه، اذا انت صادق في مثل هالقرار هذا تسحب جنسيته تقطه في السجن عشان تعرف ان السحب كان سياسي. وحتى ما كان سعد العجمي وحتى مع عبد الله البرش واسره البرش انسحبت وردت، انت تدري ليش؟ ما حد يدري ليش. ليش انسحبت ما ندري، ليش ردت ما ندري. يجوز، وانا اعتقد ترى سحب الجنازي ترى جرح غائر في الوطن. بس سلطه قسما بالله يا ابو حسين هذا الجرح مع الزمن ما يبرى. سحب الجنازي بس سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية. أي نعم. تأيده؟ أي نعم. لأن كان في يعني صار في جدلية وقتها مجاميع ذهبت إلى مجلس الأمة لإيقاف مثل هذا. نعم. القانون. وهذا أحيانا بعض الناس يقول خلني أتكلم شوي معك بصراحة، مثلا مجموعة الثمانين كانت تحاول يعني بكل ما أوتت من قوة أن توقف مثل هذا القانون. قال لك أن هذا القانون أنا بقول لك الحين اليوم أنت تقول خالد العازمي مزور وأنا أقول لك يا أبو حسين أنا عندي جنسية، أنا عندي أوراقي، عندي أموري، عندي كل شيء. طيب الحين من يفصل فينا؟ لازم في جهة قضائية يا تقول خالد العازمي مزور فبالتالي يقطونه بالسجن لأنه مزور، أو أني أكون أنا على حق ويا علي حسين توقف عند حدك في وقتها وما تقعد تتكلم كل شوي تهددني في موضوع مواطنتي والهوية الوطنية. هو يا أبيض يا أسود، ما يجوز اليوم أنت تحدد ومجلس الأمة يقول حنا بنشكل لجنة عشان الهوية الوطنية. طيب القضاء شنو مهنته؟ قضاء اليوم هو من ينصف. أنت تقول أنا مزور قدم، أنا أقول لك أنا عندي ثبوتيات أقدم، قال عني مزور قطني بالسجن، قال عني أني أنا مزور أنت سكتك ووقفك عند حدك. ما يجوز كل فترة جاك الذيب جاك ولده توش لي تقعد تطعم فيني، والله نشوف هذا والله هذول مو كويتيين يلبسون شماغ ولا دشاديشهم ولا حكيهم، كيفك أنت شنو؟ لا مو على كيفك، كويت دولة تسع الجميع، مظلة تسع الكل. لذلك موضوع أنك اليوم لما تجي مجموعة مثل مجموعة 80 ومن يساندهم يتكلمون على موضوع المحكمة الإدارية واليوم يتصدوا لها، هذا أصلاً أكبر دليل أن هالمجموعة هذه ومن يؤازرهم غير صادقين. لأنك أنت لو صادق كان قلت نعم إحنا وياك نروح القضاء عشان نكسف المزورين والمدلسين. لا أنه يقول لك أن بعض التزوير يعني أنك عشان تكشفه ولا هذا، وهو يبقى حق سيادي للدولة في قضية مسائل جنسية وسحبة، فبالتالي هم الهدف وجهة نظرهم الحفاظ على الهوية الوطنية. لا ما يصير اليوم وزير الداخلية يروح يسحب جناسي، أنت عشان عندك معي خصومة سياسية تروح تسحب جنسيته وتقول لي روح بلط البحر، كيفك وشنو؟ وين قاعدين احنا؟ الجنسية أبو حسين خط أحمر ما يجوز العبث فيه، لا من حيث الهدية تكافئ واحد والله أنت عاجبك خالد العازمي تعطي جنسية، ولا من حيث السحب تعاقبني عليها. هذه هوية وطنية. زين. خط أحمر. عبد الله اليوم صار يعني تعتقد تم الإفراج عن بعض النشطاء وبعضهم منهم مرشحين في قضية الاعتصام اللي تم الأخير مع الأخوة البدون، وأعتقد سيستكمل التحقيق مع البقية، أتمنى إن شاء الله الإفراج على الكل، لكن وجهة نظرك في هذه القضية خاصة قضية البدون أخذت يعني من نص القرن يعني من الزمان يعني. شوف يعني قضية البدون قضية يعني يجب حقيقة أن تكون من أولى الأولويات، لأن يعني هذول بشر مسلمين عاشوا بيننا تربوا بيننا كلينا معاهم يعني ضيفونا في بيوتنا جزء من هالمجتمع. عند اليوم الجيل الرابع اليوم أنا كنت أتمنى حقيقة وكنت أنا أظن في الشيخ أحمد النواف سمو الشيخ أحمد النواف القلب الحاني، الناس اللي تعرف عن قرب تقول رجل في دين ورجل يعني ما يقبل. لذلك هو أول مقولة ذكرها حينما تولى وزارة الداخلية قال سمو رئيس الوزراء الحالي نعم الشيخ أحمد النواف سمو رئيس الوزراء الحالي مقولة الشهيرة لن يظلم أحد في عهدي، وهذه المقولة قالها لما كان وزير الداخلية. اليوم يا سمو الشيخ أحمد النواف والله إني لك من النصحين، اليوم أنت رئيس وزراء
وهذه الفئة تعاني الأمرين يوميا. هذه الفئة تموت، الناس تموت يمكن مرة واحدة، هذه الفئة يوميا تموت. كنت أتمنى حقيقة، وانت اللي نزلت اليوم في المجمعات، المجمع الوزارات، ونزلت في عند المسؤولين، وقمت تخاطب العالم، ورحت البنك التسليف، وهذا يحسب لك انك قمت تنزل عند الناس، انك تجمع هذه الفئة او من يمثلها، او تروح لهم تقول لهم انت عيالنا، وانت اللي ضحيت وقدمته. يا رجل، الشيخ جابر الله يرحمه من كان درع بشري امامه؟ هذا مو كلام اقول انا للترشح، ناس ماتت كدروع بشرية، في انفس من النفس. لما الناس هذه تقدم روحها للدفاع عن حاكم الكويت في التفجيرات اللي صارت، وتجي اليوم تشكك تقول هذا عراقي ولا هذا سوري ولا هذا كلام غير منطقي ولا هو صحيح. لذلك كنت أتمنى على الشيخ أحمد النواف أنه بما أنه قال أنه لا يظلم أحد في عهدي، وهذه المقولات لا تسقط بالتقادم. نعم. هذه كنت أتمنى عليك، وأنا أعتقد أن مثل هذه الأمور إن شاء الله ما تفوت عليك، أنك تجمع مثل هالمجموعة هذه وتقعد معها وتقول أنتم عيالنا وابشروا بالخير. مثل ما قال ترى في كذا شيخ، الله يرحمه الشيخ ناصر صباح الأحمد أيضا كان يثني عليهم في مجلس الأمة، وكان يقول هذول عيالنا، وسعود الناصر الله يرحمه كان يقول هذول عيالنا. فلذلك هذا سمت يعني الأسرة الحكم، وكانت يعني ما تقبل أن أحد يتعدى عليهم أو يتهمهم في مثل هذا الأمر. فكان الأفضل بدال حجزهم في النيابة أنك تسمع منهم مثل ما سمعت الكويتيين في الوزارات. ابو عبد الله، احنا الوقت مشى، وانت في يعني هذا خلينا نقول اللقاء هو استهلال ان شاء الله لحملتك الانتخابيه، اذا عندك كلمه توجهها الى 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 ناخبيك الدائره الخامسه. شوف انت، يمكن اغلب الحديث اللي صار في يعني في هذا اللقاء هو حديث سياسي، يعني يمكن ما تطرقنا حق الجانب الانتخابي وغيرها. انا حقيقه يعني اتمنى، وهذه دعوه لجميع المرشحين، الكويت تمر في مرحله استثنائيه، مرحلة يعني مفصلية، مرحلة يعني العودة إلى المسار الصحيح، تضافر الجهود وعدم الدخول في مزايدات ومهاترات، يجب أن تكون سمة جميع المرشحين في المرحلة يعني القادمة. اليوم يعني أحيانا أسمع أخوي علي بعض المرشحين يطلع كل واحد يتكلم عن برنامج انتخابي بروحه، يغرد بروحه. فلذلك أحد الأخوان مرة سألني قال لي أبو عبد الله أنت شنو ممكن تسوي في المجلس الجاي؟ قلت له أنا أكذب عليك لو أقول لك أنا أقدر أغير شيء منفردا. اليوم العمل الجمعي ثم العمل الجمعي ثم العمل الجمعي هو المفروض يكون في المرحلة القادمة. لك أن تتخيل لو عندك اليوم كل كتلة فيها خمسة، وعندك 50 نائب، بما معنى 10 كتل. نعم. كل كتلة لو تبنى، أختم لك أبو حسين، هذه كل كتلة لو تبنى بس مشروع واحد لمدة 4 سنوات، الكتلة ألف إسكان، كتلة باء الصحة، كتلة جيم التعليم، لك أن تتخيل بعد 10 سنوات عندك 10 قضايا ستحل في البلد، وسيستفيد منها جميع مكونات المجتمع الكويتي في جميع دوائرها. فلذلك أنا أحث الجميع على يعني الدفع في هذا الاتجاه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخرج يعني متفائل ولا لا؟ أنا إن شاء الله اللي خلاني أتفائل يعني هو الخطاب يعني السامي الذي ألقاه سمو ولي العهد، حقيقة كان خطاب تاريخي، ويعني لا أخفيك سر يلامسني بشكل كبير، يعني لامسني بشكل كبير يعني، وحتى يعني وأنا أشوف الخطاب حقيقة يعني خانتني عبرة صراحة، وأنا أسمع مثل هذا يعني هالكلام الذي هو غير مستغرب على القيادة السياسية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يخرجنا من الاحتقان اللي نعيش فيه في مثل هذه الأيام، وإن تعود الكويت إن شاء الله بإذن الله أفضل إن شاء الله مما كانت عليه. مشكور أبو عبد الله لحضورك معنا، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله في لقاء أخرى بإذن الله. مشاهدينا الكرام، مستمرين معكم إن شاء الله بعد فاصل مع زميل أحمد الفضلي، وأيضا تغطية هذه الحملات الانتخابية، ونلتقي بكم إن شاء الله في وقت آخر. لكم من نطيب المنى وإلى اللقاء.